الأمير الوليد بن طلال في ذمة الله، ما حقيقة هذا الخبر؟ بعنوان الديوان الملكي، وقفت الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود عن عمر يناهز 67 عاماً. انتشر الخبر بكثافة منذ ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن البيان المنسوب إلى الديوان الملكي السعودي ما هو إلا خبر ملفق ولا أساس له. وبعد التدقيق، لم يتم العثور على البيان الذي يحمل شعار العربية في أي مواقع إخبارية سعودية وعربية ذات صدقية، أو في أي مواقع وحسابات رسمية تابعة للأمير الوليد بن طلال. أما عن شعار العربية، فيوضح أحد الصحفيين بأنه يتم انتحال التصميم والألوان ذاتها لموقع إخباري أصلي، ثم يتم فتح مواقع ثانية لجذب الناس إليها والاحتيال عليهم، إما بالمعلومات المنشورة فيه بغرض التضليل، إما لزيارة عدد زوار هذه المواقع وبالتالي الإعلانات فيها. وكان الأمير السعودي الوليد بن طلال أول من طالب بعودة ترامب، كما أعرب عن رفضه للعرض المقدم من رجل الأعمال إيلون ماسك لشراء تويتر. وكتب الوليد بن طلال حينها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: لا أعتقد أن العرض المقترح من جانب إيلون ماسك $54 للسهم يقترب من السعر الحقيقي لتويتر بعد النمو الذي حققه حسب قوله، لكن إيلون ماسك فاز بالرهان واشترى تويتر ب 44 بليون دولار.